رح نروح لأولى محطاتنا، فرح يمكن كتير بنشوفه من الناس بعضهم بيكون عندهم زيادة من القلق، بتحسي قلقان كتير كل الوقت، هاي الحالة أو القلق الزايد بسموه باضطراب الوسواس القهري، وهو طبعا نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق، تتميز بأفكار ومخاوف غير منطقية تؤدي إلى تصرفات قهرية. رح نتعرف أكثر على هذا الموضوع وأسبابه وطرق علاجه مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور أنس الدالي، اختصاصي بالطب النفسي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير دكتور. أول شيء خلينا نعرف شو هو الوسواس القهري وليش بصيب الأشخاص؟ تماما، طبعا مثل ما ذكرتوا انتم بالبدايه هو مرتبط بالقلق، ولكن حتى فتره يعني حديثه ما عاد هو اضطراب مرتبط بالقلق، صار اضطراب مستقل لخصوصيه اعراضه. هلا فينا نقول الوسواس القهري هو مجموعه افكار او خواطر بتسيطر على تفكير الشخص، لا يستطيع مقاومتها، يعني يدرك سخافتها، يدرك عدم منطقيتها، ولكنه لا يستطيع مقاومتها. قد تكون يعني يحاول التخلص منها عن طريق سلوك معين، تمام، وتكون معطله للحياه. فهي مجموعه خواطر بتتسلط على الشخص، بتسيطر على تفكيره، وهو مدرك انه هي افكار ما لها منطقيه ابدا، ولكنه مستسلم لها تماما وما بيقدر يقاومها ابدا. طيب دكتور خلينا نحكي عن الاسباب اللي بتؤدي لانه شخص يصير معه اضطراب بالسلوك لدرجه انه يصاب بالوسواس القهري. كلياتنا ممكن يصير عندنا بعض الحالات بحس فيها بالقلق العادي الطبيعي، ايمت بنقول هذا القلق تخطى الطبيعي وصار وسواس قهري؟ تماما، دائما بالاجمال من ضمن الاضطرابات النفسيه أي أعراض أثرت على نمط الحياة، على جودة الحياة، على النشاط اليومي، النشاط المهني، فهي فينا نقول دخلنا أخذت السمة المرضية، دخلنا بالجانب المرضي. هلأ شو الأسباب؟ طبعاً السبب الرئيسي، الأسباب متعددة وفي نظريات كتير وفي كتير منها ما انحسم، لكن النظرية الأشيع والطاغية هي الجانب البيولوجي. يعني هو في مكونات تشريحية وجدت أنه حجمها أقل عند الأشخاص الذين يصابون بالوسواس القهري مقارنة بالأشخاص الطبيعيين. شو دور هاي المكونات التشريحية؟ هي لها دور بآلية التفكير، لها بعضها كمان له دور كمان بالجانب الحركي، كونه الوسواس القهري ممكن يتبع بسلوك حركي. هن مكونين تشريحيين، شيء بنسميه الحزام أو التلفيف الحزامي، وشيء بنسميه النواة المذنبة، وهي كتل عصبية تحت قشرية مسؤولة عن الحركة والتفكير. ضمن كمان الأساس البيولوجي شيء اسمه النواقل العصبية اللي بنسمع فيها، في ناقل عصبي اسمه السيروتونين، هو بيدخل كمان بموضوع السعادة، موضوع التركيز، موضوع النشاط، وجد بأنه بيكون أقل من مستوياته عند الأشخاص المصابين بالوسواس القهري. في فرضيات ونظريات أخرى بتقترح العامل الوراثي، ما تحدد جين أو مورث بذاته، ولكن دائما وجود اضطراب الوسواس القهري عند أقارب الدرجة الأولى بيرفع معدل الإصابة عند الشخص على الأقل حوالي 10%. في نظريات ثانية هي نظريات علم النفس ما تم يعني حسمها، العلاقة بأنه هي عبارة عن دفاعات نفسية لصراعات سابقة قديمة مرتبطة بمرحلة الطفولة، تحديدا بربطوه بمرحله ضبط المسرات البوليه والشرجيه نتيجه الحاح الام المتكرر، وممانعه الطفل لضبط لهي العمليه او لهذا الضبط بشكل عنده نوع من الصراع ممكن يترجم مع عند البلوغ بشكل من اشكال الاعراض المرضيه. شو هي اشهر انواع الوسواس القهري دكتور؟ يعني نسمع كثير في وسواس للنظافه، ناس كثير يمكن نضاف مثل ما بنقول لدرجه الهوس، شو في انواع صحيح. اخرى؟ اجمالا كتصنيف الاعراض بشكل عام قبل ما نحكي يعني بتفصيلها، تصنيف الاعراض خلينا نقول ممكن تيجي على شكل افكار وسواسيه مرتبطه بموضوع النظافه او فكره عامه، اي فكره عامه ملحه عم تطارد الشخص تسمى فكره وسواسيه. ممكن تيجي نمط ثاني شيء بنسميه الوسواس الاندفاعي او السلوك الاندفاعي، هو عباره عن شعور جامح بيسيطر على الشخص ليعمل سلوك معين مؤذي، قد يكون ايذاء نفسه او ايذاء الاخرين. في نمط ثالث اسمه اشترار الافكار، انه بصير بيناقش فكره او سؤال وجودي معين بباله مثل ليش نحن لنموت او ليش خلقنا، وبشكل مستمر وما بيقدر يفك حاله ابدا عن هذا التفكير. هلا نجي للاشكال السريريه اللي ممكن تماما حقيقية يعني. تماما نجي للاشكال السريريه مثل ما تفضلتي حضرتك، فعلا الاشكال السريريه ممكن تتنوع، اشياعها هو موضوع التلوث، احساس الشخص بانه ما عم بيبلغ حد معين من النظافه، ما عم بيبلغ دائما احساسه مستمر بالقذاره الجسديه او النجاسه الجسديه بشكل مستمر، وهذا الشيء بيؤدي فيه لسلوك مستمر من تغسيل اليدين او الاستحمام، ممكن يطول لساعات او يتجاوز حتى موضوع الساعات ويأثر على نشاطاته الحياتيه، ممكن تولد له كمان قلق او اكتئاب لانه بصير معطل، بصير الشخص ما له قادر يروح على شغله، ما له قادر يروح يعمل زيارات، ما له قادر يعمل اي نشاط حتى يستقبل حدا، بس تماما لانه هي فكره مسيطره عليه وما بيقدر ابدا انه يتجاوزها.
طيب دكتور، هون كيف بيتم تشخيص هاي الحالة؟ إذا الشخص هو نفسه صعب يمكن يدرك إنه هو عم يعمل شيء خارج عن إرادته بالنهاية، الاضطراب السلوكي، هل الأشخاص المحيطين هن أول مين متنبئ، ولا كيف ممكن يتم تشخيصه لحتى نوصل لمرحلة الطبيب يعني؟ طبعا هو الشخص اللي أكيد بالبداية هو اللي بيتنبأ. هلا غالبا الوسواس القهري بيجي على شكل بداية مفاجئة وشديدة، يعني ما بتتدرج الأعراض، ولكن ببعض الحالات ممكن إنه تبلش الأفكار بشكل متدرج. أكثر شيء أو أشياء سؤال بينسأل عند العالم إنه موضوع الشك، إنه دائما في شك مستمر، مثلا تفقد أسطوانة الغاز، مفتاح البيت أو مفتاح السيارة، دائما بنسأل هذا السؤال إنه هل هو دلالة على شيء مرضي. دائما مثل ما ذكرت، الشيء المرضي بيكون مؤثر ومعطل للحياة اليومية العادية، وبيستهلك وقت كتير، بيستهلك وقت ممكن فعلا يأثر على كل نشاطات الحياة، وبيستهلك وقت ممكن بالساعات. فدائما خلينا نقول نقطة يعني الخط الأحمر أو نقطة العلام هون، بأنه متى ما حس الشخص أنه في أمور عم تتجاوز المدى الطبيعي، عم تأثر على حياته اليومية، فهو بحاجة فعلا من باب الاحتياط للتقييم النفسي بهذا النوع. دكتور، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، في أشخاص يمكن أصحاب شخصية قوية جدا ومحاكمة عقلية، بيرجعوا بيشوفوا أنه هن دخلوا يمكن بمرحلة الوسواس القهري، بيعملوا كنترول على نفسهم وبيعيدوا ضبط يمكن أفكارهم وتصرفاتهم بطريقة صح. أدي هدول الأشخاص فعلا موجودين؟ هل هن قادرين فعلا يتغلبوا على الوسواس القهري أو لا؟ لما ندخل بمرحلة الوسواس بصير شيء صعب جدا التحكم فيه. تماما. هلا اول شيء في عندنا نوع من الاضطرابات اسمه اضطراب الشخصيه الوسواسيه. هي شخصيه بتسعى للدقه والكمال بحياتها، بتركز على تفاصيل بسيطه، على دقائق الامور. هي شيء مختلف عن الوسواس القهري، بس انا حبيت اذكرها حتى ما يصير هذا الخلط. بس هي الشخصيه اشياء لانه تطور وسواس قهري عن الاشخاص الطبيعيين حوالي نسبه 30%. هلا بالنسبه للاعراض، هي فعلا الاعراض تكون شديده لدرجه هي بحاجه لعلاج دوائي غالبا. صعب الشخص انه يضبطها. هي فكره المرض قائمه على انه يقتنع بانه هي ما لها صحيحه، ما لها مرض تماما، ما لها صح، انه ما لها الافكار صحيحه، انه انا ما في مبرر لاني اغسل ايدي، بس ما عم بقدر قاوم هي الفكره. ما في مبرر لهذا الشك المستمر مثلا، ما في مبرر لهي الفكره اني اذي حالي او اذي الشخص المحيط فيي، بس انا ما بقدر قاومها. مقتنع بانه هي ما لها منطقيه تماما، بس ما هيك السر بهذا المرض انه انا ما فيني قاومها. فالعلاج الدوائي اساسي. كان في نظريات بتقول انه العلاج السلوكي، يعني في شيء اسمه العلاج السلوكي غير العلاج الدوائي، بيكون في معالج نفسي ممكن يكون اكثر يعني رسوخا بالعلاج، بيخلي العلاج راسخ اكثر على مدى اطول. لكن لا، النظريه البيولوجيه انه المرض له علاقه بنقص مواد معينه بالدماغ، فهو بحاجه لتعويض دوائي، هي اللي عم ترجح. ومن الحالات اللي بنشوفها لا، العلاج الدوائي هو اساسي ومطلوب بشكل كثير كبير. طيب هون دكتور، يعني دائما بنسمع انه العلاج خليني اقول السلوكي او النفسي مع المعالج رديف للعلاج طبعاً الدوائي. طبعاً بكثير أكيد من الحالات أكيد. في ناس بيعتمدوا اسلوب الصدمه، في ناس بيرجعوا مثل ما قلت شو الاسباب اللي من الطفوله شكلت هذا الموضوع، بتحاول انه هي خليني اقول تعالجها او تساويها. وهل العلاج الدوائي بيستمر لفتره طويله من الزمن، ولا ممكن هو بعد فتره خلص يعني بيرجع؟ على الاقل بيستمر من 6 شهور ل 12 شهر. لكن دائما في شيء بنسميه الانذار بالمرض، يعني اذا الشخص عنده قصه نكسات متكرره، في قصه عائليه، أعراض الوسواسية شديدة، فممكن يمتد العلاج لفترة أطول، العلاج الدوائي تحديدا. طبعا العلاج السلوكي غالبا ما يشارك مع العلاج الدوائي فعلا، لأنه يشكل رديف وعامل مساعد كثير بتعزيز الموضوع العلاجي وزوال الأعراض الوسواسية. دكتور، في كثير من الأشخاص يمكن ما عندهم هي القوة أو القدرة يعترفوا بوجود هذا المرض، مشكلة الاضطرابات النفسية عموما، تمام، أو حتى يتقبلوا فكرة أنه هن بحاجة طبيب نفسي. يعني اليوم إمتى بنقول هذا الشخص دخل بمرحلة الخطر وبحاجة إلى علاج سريع إذا بدنا نقول؟ هلأ إذا بنحكي كأعراض مرضية، تمام، هي مثل ما ذكرنا بتأثر على جودة الحياة. إذا عم نحكي بمرحلة الخطورة وتحديدا باضطراب الوسواس القهري، فهو خلينا نقول بيدخل مرحلة الخطورة والخطورة المطلقة بحال كان الأعراض أو الأفكار الوسواسية مرتبطة بالانتحار أو مرتبطة بإزاء الذات، هي واحد، أو نتيجة الضغط النفسي الشديد اللي بيعيشه مريض الوسواس. هي ممكن توصل للانتحار طبعا دكتور؟ طبعا، فكرة ملحة ما عم بيقدر يفسرها إنه يأذي حاله مثلا أو يشنق حاله أو يحرق حاله، هي أحد أنواع الوسواس. طبعا أحد ممكن تتجلى الفكرة الوسواسية بهذا الشكل، أو نتيجة الضغط الشديد والعذاب اللي بيعيشه مريض الوسواس القهري على مستوى الساعات والايام، كل يوم عم بيستهلك منه كم ساعات وما عم بيقدر يتخلص منها، فغالبا بيترافق ب 70% من الحالات مع اكتئاب، وممكن يكون في افكار انتحاريه بسبب الاكتئاب، مو ممكن فكره وسواسيه نتيجه انه هو قدام واقع يعني سيء كثير.
عم بيصدم كل يوم بحالة من العذاب، بحالة من اشترار الأفكار، بحالة من اشترار هذا الواقع، فبتؤدي فيه لأفكار انتحارية مرتبطة بالاكتئاب اللي صار على خلفية الوسواس القهري. طيب هون دكتور خلينا نحكي شوي عن المحيط. دائما للأسف أغلب الاضطرابات السلوكية والنفسية بتتواجه بما يسموه بمجتمعنا بوصمة عار. تماما، إن كان ذهابك للطبيب أو إن كان حتى إنك أنت تأخذ دواء، إنه خلص الناس تقول تأخذ دواء نفسي معناته أنت مجنون، معناته ما بعرف شو، بيحاولوا يبعدوا عنه، لا تحكي معه هيك، لا تقول له هيك، فبتزيد الحالة بدل ما يكونوا هن عامل مساعد. خلينا نحكي على ضرورة تهيئ الجو النفسي وكيف بيتم التعامل مع هاي الحالات إن كان بالمجتمع، خصوصا إنه هو إذا أخذ هذا الدواء اللي بيعالج نقص مادة معينة بالدماغ هو قادر إنه يكمل حياته بشكل طبيعي. تماما، فعلا هي كمان عوامل تتعلق بشيء اسمه الانذار السيء للمرض، انه هل المرض بيتطور للتحسن ولا بيتطور للنكس. جزء كثير اساسي مرتبط بالبيئه المحيطه والاسره المتفهمه، يعني فوق ما بتكون الاعراض هي اعراض شديده وعم تسبب عذاب مستمر للشخص، فبيكون كمان في عامل ضاغط هو عدم تفهم الاهل، او انه بنسبوا الاعراض النفسيه لشيء غير مرضي كنوع من الدلال او نوع من مثلا تحديدا كلمه وسواس مرتبطه دائما بمفهوم ديني، دائما بفكره دينيه كلمه الوسواس انه هو وسواس شيطاني، لا هو شيء مختلف تماما. فدور الاسره كثير شيء ماسو شيء او تماما بنسبوها لغير شيء، تماما دائما تنسب لغير شيء، فهي كثير شيء مؤثر بتطور المرض، ممكن يكون لها دور بتطوره باتجاه الأسوأ او الأسوأ وعدم الشفاء. هي نقطه. النقطة الثانية كمان إنه العلاجات الدوائية دائما في 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 دائما صيت سيء، خلينا نقول للأدوية النفسية، إنه العلاج الدوائي هو علاج بيسبب إدمان أو بيسبب هلوسة أو بيضرب الشخصية أو بيضرب التفكير أو ممكن يعمل خلل بدارات الدماغ، لا هو علاج موصوف مثله مثل أي علاج لأي اضطراب ثاني، له استطباباته، له فترته المحددة التي يعني قد تطول أو تقصر، تمام، ولكن هو ما له اي اعراض جانبيه مخيفه، بالعكس هو ضمانه لجوده الحياه، ضمانه لاستقرار الحياه، ضمانه لانتاجيه بالحياه افضل، ضمانه للخلاص من العذاب اكيد. دكتور من تجربتك الشخصيه شو هي اغرب يمكن انواع الوسواس القهري اللي يمكن صادفته وقدرت يمكن تساهم بعلاج هذا الشخص؟ يعني اذكر هي دائما كانت الفكره مرتبطه بموضوع الاعتداء على الاعتداء الجنسي تحديدا على الاقارب او المحارم. شيء سيء هذا يمكن اقول نتائج كثير سلبيه. طبعا اكيد. هون دكتور بدي اسالك، يعني دائما احنا لما بنشوف شخص تعبان نفسيا، افكاره مضطربه، يمكن بيرافقه هذا الشيء قلق بالنوم، طبعاً بيرافقه تعب جسدي، ايش يعني نسبه مرافقات يعني للاضطرابات، بين الاضطرابات هي بين الوسواس القهري، بيطور ممكن يطور قلق، ممكن يطور اكتئاب، ممكن يطور امتلاكات افكار انتحاريه اضافه لاضطرابات اخرى، فهو اشع يعني اضطرابات تحديدا اعراض المزاجيه ممكن تظهر. طب دكتور لاي درجه هذا التعب النفسي ممكن يرافقه تعب جسدي، بحاجه كمان لطبيب يرافقه ايضا للشخص المريض بالاضافه للطبيب النفسي يكون في تعاون؟ يعني طبعا معظم الاضطرابات النفسيه سواء اكتئاب قلق وسواس قهري مثل ما ذكرنا مرتبطه بهي النواقل العصبيه، وهي النواقل العصبيه هي نواقل ما بس تشتغل بدارات الدماغ، هي لها تاثير على كامل الجسد يعني على كامل الخلايا الجسديه الاجهزه الهيكليه، فدائما ناقصه هو بطبيعه الحال بيعمل اعراض جسديه، اضافه الى انه تطوير الاكتئاب كاضطراب احد يعني اهم اعراضه يلي العالم بتغفلها دائما هي الاعراض الجسديه، فقدان الطاقه، فقدان القدره على التركيز، تعب مستمر، وهن عام، ففعلا هي دوامه ممكن تقود لكثير اعراض مو بس نفسيه، اعراض جسديه تماما. سلمى هي متعبه مقلقه تماماً. بالنسبه أكيد. للاشخاص اكيد. دكتور قبل ما نختم سؤال سريع، في بعض الاشخاص بيضطروا انه يتعاملوا مع الدواء مدى الحياه، هذا الشيء في له خطوره، في ناس لا بتخاف أبدا. وفي ناس بتحاول توقفه بشكل معين انه توقيف فجائي، هل اغلب الادويه النفسيه بتتوقف توقيف فجائي ولا لا بيكون في خطوره؟ اكيد في خطوره على نكس الحاله وبتخلي الاعراض اللي كان الدواء استطباب لها ترجع بشكل اشد واعنف يعني، فبالعكس قطع الدواء بشكل مفاجئ ممكن يساوي شيء اسمه متلازمه سحب او اعراض انقطاع، اعراض جسديه شديده مع اعراض نفسيه. لهيك الناس يمكن بتفكر انه تمام. هو بيعمل حاله من الادمان. تمام، مشان هيك العالم بتفكر هو لا هو الفكره انه لازم قطعه بشكل تدريجي تمام لحتى ما يعمل جسم تعود عليه، مو بمعنى الادمان بس الجسم بآلية معينة يعني بياخذ دواء معين، حتى بكثير من الأدوية مو بس الأدوية النفسية، الأدوية العضوية تقطع بشكل تدريجي، توقف بشكل تدريجي، هي المعلومة الخاطئة. إيه تماما، توقف بشكل تدريجي، العلاقة باعتمادية الجسم عليه مو كإدمان، بأكد إنه ما له كإدمان يعني،
وانما باليه فيزيولوجيه معينه يعتمد الجسم على، بالنهايه هو ماده كيميائيه يعتمد الجسم عليها، فلازم ايقافها بشكل تدريجي. أكيد. دكتور، نصائح بتحب توجهها ان كان للاشخاص يلي موجود بحياتهم او بعائلتهم شخص عنده وسواس قهري، وايضا بالنسبه للاشخاص يلي يمكن بيحسوا انه فيهم شيء غريب او من الوسواس القهري، كيف ممكن التعامل مع هدول الصنفين؟ تماما، يعني هلا غالبا الاضطرابات النفسيه ما لا مثل بقية الاضطرابات، خلينا نقول العضوية، ممكن تيجي بشكل مفاجئ، ممكن تكون ما لا مؤهبات أو ما لا بدايات، لكن أنا بقول إنه الوسواس القهري اضطراب كتير يعني شديد بيأثر على جودة الحياة، ونقطة مهمة إنه ممكن يكون مقدمة لاضطرابات أشد مثل اضطراب فصام الشخصية، ممكن يتطور، ممكن يتطور تماما، ممكن يتطور، ممكن يكون مقدمة لاضطراب أشد. تمام، الوقايه هون صعبه، طبيعه الاضطرابات النفسيه لها علاقه باليات فيزيولوجيه، فما ما بيكون في، خلينا نقول، شيء نعتمد عليه بموضوع الوقايه، غير انه دائما 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 ما نتردد بطلب الاستشاره النفسيه عند اي مشكله او اي احساس غير طبيعي بحاله نفسيه معينه او باعراض نفسيه. هذا اللي كان بدي يعني ذكر فيه، ويمكن اقول لكل اللي عم بيتابعنا، مو مشكله اذا واحد تعب، لانه الحياه اساسا متعبه، واكيد نفسنا بتتعب مثل ما جسمنا بيتعب، فما نستحي انه نروح لعند دكتور نفسي، ما نعيب وما نغلط. شكرا لك ولوجودك معنا. أكيد، كل الشكر لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا كثير لكم، شكرا على الاستضافة. شكرا.